يا صباح الخير والهنا والرزق على حضراتكم. اول اسبوع 10 الصبح في الاهلي. خليني بس انوه في البدايه ان الحلقه النهارده معلش احنا يعني بنعتذر، هكون مع حضراتكم لوحدي. كريم ان شاء الله يكون معانا من يعني بدايه من بكره باذن الله. قبل ما نبدا اي حاجه اكيد لازم ننوه عن الفقرات. الفقره الاولى اللي معانا هيكون معانا دينا فريد، هي لاعبه السكواش بالنادي الاهلي، بطله جميله جدا، نعرف برده مشوارها والانجازات اللي هي قدمتها للنادي الاهلي. الفقره الثانيه هيكون معانا كابتن ياسر مصطفى، مدرب حراس ناشئين الأهلي السابق، وأكيد يعني ملفات كتيرة عايزين نتكلم فيها، والمباراة بالأمس واللي جاي كمان إن شاء الله هيبقى شكله عامل إزاي، هنتكلم في كل ده في الفقرة التانية. خلينا بس ننوه على حاجة ونرجع بقى تاني للفقرة المحببة لحضراتكم ولينا إحنا كمان، وهي فقرة السوشيال ميديا. إحنا هنذاعها يوم الأربع، بس إحنا من دلوقتي بنعرض لحضراتكم أو بنقول لكم على الفكرة اللي إحنا عايزينها وعايزينكم تشاركونا يعني هذه الفكرة. عايزينكم تبعتوا لنا كده مهاراتكم في كرة القدم، صور او فيديوهات لو حابين، وانتوا يعني بتلعبوا بالكوره، اللي بيعرف يعمل حركه معينه بالكوره، عنده فري ستايل معين في كره القدم، يعني ابعتوا لنا. وده عندكم فرصه اهو من النهارده لغايه يوم الاربعاء، واحنا ان شاء الله نعرض الصور والفيديوهات اللي انتوا هتبعتوها لنا على يوم الاربعاء. عارفة المشاركة بتبقى على فكرة يعني كتيرة جدا، بس نوعدكم على قد ما نقدر هنحاول ان احنا نعرض وحتى نكبر شوية الفقرة بتاعت السوشيال ميديا، عشان في ناس بتزعل لما بتبعت ومنعرضش. لا ان شاء الله نقدر نعرض كل ده، عشان كده من النهاردة اهو بننوه عن هذه الفقرة وهننوه كمان الايام اللي جاية. خلينا بقى نتكلم ونبدأ كده. ومبارح التعادل اللي احنا شفناه وتعادل الاهلي اللي البعض شايفه برضو ليه، طب هو احنا تعادلنا ليه واحنا ما كسبناش ليه؟ على كل حال تعادل هنسميه غير عادل، هنسميه غير متوقع امام النايجر الحرس الوطني. ده كان مع بدايه الموسم القاري، ويعني الاهلي تقدم بهدف زي ما حضراتكم عارفين من ركله جزاء سددها علي معلول، ده كان تحديدا في الدقيقه ال 18، وبعد كده اتعادل الحرس الوطني تحديدا في الدقيقه 74. طيب نتيجة هرجع أقول تاني أكيد أكيد لينا كأهلوية غير مرضية، لكن هنقول حاجة هنا ولسه عندنا يعني مجال نقدر نقول إن إحنا نقدر نعوض في ماتش العودة ده بإذن الله. لكن لو هنتكلم برضو في بعض الحاجات اللي البعض قالك طب ما إحنا برضو عايزين نحطها في الحسبان، يعني لو هنقول عن حالة الجو، لو هنقول عن الأرض اللي كانت أكثر من سيئة الصراحة، يعني كان حتى الحفر باينة، يعني عايز أقول لحضراتكم لدرجة كمان كابتن سيد عبد الحفيظ بالأمس كان بيتكلم قبل الماتش ان هو عايز عمال الفريق يعني يجوا يحطوا رمل ويردموا ويعالجوا الحفر دي قبل ما الماتش يبدا. يعني شوفوا لحضراتكم لهذه لهذا المستوى او الصوره لغايه هذا يعني المشهد احنا بنتكلم ان هي كانت سيئه جدا. على كل حال لعبتنا سليمه، هو ده اللي احنا نقدر نفرح بيه، او هو ده الشيء الايجابي في الموضوع ان احنا ما عندناش اي اصابات، وهو ده اللي يهمنا في المرحله اللي احنا فيها حاليا. لكن اكيد طبعا باذن الله برضو هنرجع نقول احنا عايزين يكون في لقاء عوده مرضي لينا كاهلاويه، يعني خلاص ما فيش بقى مجال لاي حاجه تانية، احنا عايزين نتيجه تكون فوز، وعايزين فوز يكون غالي كمان، ولعب يكون حلو على الارض. لكن نتكلم بقى في مناخ، نتكلم في الكلام ده كله، برضو في ناس بتقول لك مش كل مرة هنقعد نقول حاجات زي كده. يعني أنا مفروض نادي كبير، أنا نادي عالمي، أنا يعني بطل أفريقيا، مش مهم بقى عندي الجو والطقس والحفر والحاجات اللي زي كده. طبعا هي بتعرقل، ولكن مش مفروض هي دي اللي أعول عليها مثلا خسارة أو تعادل أو غيره. نتمنى في العودة إن شاء الله أو في الإياب يكون الموضوع لصالحنا. ومبارح كمان خليني أقول لحضراتكم برضو بما إن احنا بنتكلم عن الطقس وغيره، كان لينا مراسلنا فاروق صلاح، طبعا هو مرافق البعثة، كان بيقول ان درجة الحرارة كمان معدية الـ40، وكان فيه رطوبة صعبة جدا، وده احنا عارفين ان هو بيعمل نقص في يعني الاكسجين في الجو، ده بيأثر بشكل طبيعي على اي انسان، مش هنتكلم عن اللعيبة المصرية بس، حتى انت لما بتطلع حد حتى عفوا من اوروبا او من امريكا وتوديه طقس مختلف تماما، الطاقه بتقل، المناخ بيأثر بشكل كبير جدا على الانسان. فاحنا بنتكلم اللعيبه دول في الاخر بشر، فطبعا كان الوضع سيء او الجو سيء. برضو هرجع اقول تاني
مش مبرر. يعني انا بقول لحضراتكم كل اوجه، الاوجه اللي طرحت مش بنعوض او مش بنقول مثلا ايه ان احنا يعني حقنا ان احنا نتعادل او نخسر، لا دي ملهاش علاقه، بس احنا بنطرح كل حاجه كانت بالامس موجوده من ملابسات. خلينا بقى ننتقل مع حضراتكم ونروح لموسيماني، لان موسيماني كان ليه برضو كذا تصريح، وحضراتكم عارفين هو دايما بيحب يتكلم عن كل حاجه خاصه بالمباراه، يعني بيحب جدا يركز على العوامل الخارجيه، بيركز على الفريق المنافس، بيركز على الاخطاء اللي عنده. هو ده اللي اتكلم عنه تحديدا امبارح في المؤتمر الصحفي، قال انا غير راضي عن النتيجه، وكلنا اعتقد غير راضيين عن النتيجه، متفقين معاك يعني كابتن موسيماني او كوتش موسيماني، وقال انا بتمنى ان يكون في نتيجه افضل في الاياب، كنت بتوقع كمان نتيجة أفضل على كل حال، لكن الفريق تعرض لظروف صعبة وعوامل خارجة عن إرادته. خلينا نتابع جزء من هذه التصريحات ونرجع نكمل. Look, obviously we did not get the results we wanted. Clairement, on n'a pas eu le résultat qu'on devait avoir, qu'on voulait avoir. Pourtant, بوضوح النتيجة مش اللي احنا عايزين نحققها. But under the conditions that the situation is here. Mais d'après les conditions, les circonstances ici, you know, it's not very easy to play here. Vous savez que c'est pas très facile de jouer ici. Mais c'est l'équipe d'année à peine. I would just like to focus on the positive sides. Je veux concentrer sur les aspects positifs. عايز اركز على الجوانب الإيجابية. That we came here to win. On est venu là pour gagner. جينا هنا عشان نكسب. And we scored the goal. On a marqué le but. سجلنا هدف. سجلنا الهدف اللي عايزينه. But unfortunately at the end we conceded the goal. Mais malheureusement on a encaissé un but à la fin du match. للاسف دخل فينا جول في اخر المباراه. We defended okay. دافعنا كويس. On a bien défendu. Jusqu'à qu'on a encaissé le but. دافعنا كويس لغايه ما دخل فينا الهدف. So I'm not happy with the results. Je suis pas content du résultat final. انا مستعجب بالنتيجه النهائيه للمباراه. It's an okay game. مثل ماتش سي ماتش اوكي مباراه يعني اوكي ما فيش مشكله فيها. We are not happy with the results. Mais en général nous sommes pas contents avec le résultat final. بس احنا مش مبسوطين من النتيجه النهائيه للمباراه. Alors comment vous avez vu cette équipe ninja? C'est la deuxième question, on peut répondre? Oui. Ça y est. C'est bon, bien. Ok. How do you see your opponent, the Nigerian team? No, good. ايه رايك في الفريق النيجيري اللي الفريق النيجيري اللي كان بيلعب معاك النهارده؟ Got a good attack. فريق نايجر. Ils ont un bon attack. عندهم هجوم جيد. Yeah, good team. Good team. وفرقة جيدة. Une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Question for the RF. If we need to ask you about. Si on veut poser, if you want to ask you the question about the refereeing tonight and the penalty was not missed by the referee for Akram Taufi and some the wrong decision will affect the game. Si on veut poser la question concernant le penalty qui n'a pas sifflé par l'arbitre pour Akram Taufi, le joueur numéro 25, et les décisions, les mauvaises décisions qui ont influencé un peu sur le résultat final du match, qu'est-ce que vous pouvez dire? I like to focus on the positive. J'aime me concentrer sur les points positifs, les côtés positifs. J'aime rester sur les points positifs. You also. كلكم شفتم. Vous avez tous vu. It's not for me to comment. مش أنا اللي أعلق. C'est pas moi à faire le commentaire. And I know it's very difficult for a referee to give two penalties in a match. طبعا صعب الحكم يدي ضربتين جزاء في ماتش واحد. C'est difficile pour un arbitre de siffler deux penalties dans un seul match. In Africa. En Afrique, خاصة في أفريقيا. And on an away game. وفي ماتش خارج الديار. A match, c'est pas à domicile, c'est à l'extérieur. I've been in this Champions League for it's my ninth year now. C'est التاسع ليا في بطولة أفريقيا. C'est ma 9e année que je joue en compétition africaine. The second penalty normally in Africa you don't get it. طبيعي عادة ضربة الجزاء التانية ما بتتصفرش، ما حدش بيديها في أفريقيا. Normalement, le deuxième penalty, on siffle pas en Afrique. There's only one thing I will say to my beloved continent. Il y a une autre chose que pour donner pour mon bien-aimé continent. حاجة واحدة بقول للقارة بتاعتي حبيبتي محبوبتي القارة بتاعتي القارة الأفريقية. When are they gonna put VAR for all the games? Quand est-ce qu'on va mettre le technique de vidéo dans tous les matchs VAR? إمتى هنحط الفار في الماتشات كلها؟ If you don't have VAR.
لو ما فيش فار سي اون ابال فار ذا جيم وي ستيل جونا جو لايك ذس الماتشات هتبقى بشكل كده اللي ماتش سان كوم سا سو اتس اباوت تايم افريكا هاز في ار سي اون كيستيون دو تون دافوار لو فار اون افريك لما مع الوقت المفروض يبقى في فار في افريقيا اذروايز اتس جوينج تو بي او نوت بينالتي او بينالتي نو بينالتي يعني هيبقى في بقى لقط في ضربه جزاء مش ضربه جزاء يبقى في اون فا ايزيتي سي اون بينالتي او نو اون فا ايزيتي اون فا باس افوار لا فيريتي Nous sommes un peu en arrière de l'Afrique, de l'Europe, un peu en arrière de l'Afrique. Afrique, Europe. You got the VAR, maybe en Europe, ils ont le VAR. Semi-final, quarter-final. Les gens, demi-finale, finale. Nous sommes en train d'Europe, nous sommes en train d'Afrique, en finale, en finale. VAR to support us. ومش ما بنستخدمش الفار عشان يساندنا او عشان نستخدمه ده هيساعد الناس كلها بو ايدي طول مون با نو سولمون بيكوز سامتايمز اتس نوت ايزي فور ذا ريفري تو سي بس با فاسيل بارفو دو بور لابيت دو فوار ساعات بالنسبه للحكم صعب انك يشوف كويس بات وين يو هاف اذر ريفريز اون توب مي لوسك لان اوتر ابيت اون هو لما يكون في حكم تاني فوق بيكلمه بيقول له كام اند سي سامثينج هير يقول له تعالى وبص في الشاشه في حاجه ده بيل دو بونيه بور فوار سون ايكران Si jamais il y a personne qui l'appelle, il peut faire sa décision propre à lui. Jusqu'à ce qu'on peut avoir le VAR, you can solve many things. On peut avoir le VAR pour bien résoudre beaucoup de choses. But I don't want to comment about the penalty. Je ne veux pas faire un commentaire sur le penalty qui n'est pas sifflé. Je veux dire à ضربة الجزاء le حكم ما حسبهاش. يعني دي كانت تصريحات كابتن موسيماني. على كل حال برضو خلينا نقول ان في كلام او تصريحات كتيرة اتقالت، يمكن هيبقى معانا دلوقتي برضو تصريحات كابتن سامي قمصان، لكن التحليلات اختلفت. يعني خليني اقول لحضراتكم برضو، ناس كتير اتكلمت ان طب وانا ليه ما لعبتش في الشوط الثاني زي الشوط الاول، طب هو انا ليه مستوايا بدنيا والسرعه عندي مش زي الفريق المنافس، طب هو انا ليه يعني اصلا ما جبتش اكتر من جول، طب هو انا ليه عملت تبديلات غريبه، طب هو انا ليه وليد سليمان مثلا لعب معايا وتبديل جه متاخر، طب هو ليه طاهر محمد طاهر خرج في الوقت ده، طب هو ليه انا بدلت وليد سليمان بكهربا. كل الحاجات دي برضو عليها علامات استفهام في قصه التبديلات. على كل حال خلينا ننتقل لكابتن سامي قمصان، لانه كان ليه برضو كلمه مهمه جدا، وقال الفريق امامه هدف في المرحله اللي جايه، وهو حسم التاهل خلاص لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا خلال بنتكلم مرحله الاياب او مباراه الاياب، ونتيجة اللقاء كمان ليست الأفضل ولكنها إيجابية. كان بإمكان الفريق أنه هو يعود إلى القاهرة بالفوز في حال استغلال الفرص اللي أتيحت أو احتساب ضربة الجزاء المستحقة لأكرم توفيق. خلينا برضو نتابع جزء من هذه التصريحات. إن شاء الله الأداء كده كده هيتحسن مع رجوع اللعيبة المصابين، عندك شناوي وعندك وحيد وعندك متولي وعندك قفشة وعندك حسين شحات والناس اللي لسه مش مقيدة، حسام حسن وبيرسي ولويس وكريم فؤاد. فاعتقد يعني كل دي اعتقد يعني تدينا قوه وتدينا استمراريه في الاداء طبعا، وده اللي ان شاء الله اللي احنا بنعمله الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن سامي، قلتوا ايه للاعبين ما بين الشوطين؟ لان كان في تباين اداء ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، وقلتوا ايه للاعيبه بعد المباراه؟ هو الراجل اتكلم طبعا اللي احنا عاوزين نحسم المباراه بهدف ثاني، لان مهم جدا ان انت برضو عشان تستريح مباراه العوده، وده اللي الراجل اتكلم فيه يعني، وده اللي احنا كنا نامله يعني ان احنا نحسمه، وجات لنا فعلا الفرصه ديت اللي احنا نقتل المباراه يعني بهدف ثاني يعني. لكن في الاول والاخر برضو اللعيبه ليها عذر برضو، اللي هي زي ما قلت لك درجه حراره صعبه، يمكن انا واقف انا وانت انت حاسس بدرجه الحراره يعني، لكن ده مش مبرر برضو. لكن اقول لك من الحاجات برضو اللي سببت في ان الاداء الشوط الثاني طبعا بيبقى اصعب، هم متعودين طبعا على الجو دوت، وجو اصعب، بيلعب بطل افريقيا، بيلعب عاوز يعمل اقصى حاجه بالنسبه له. لكن برضو في الاول والاخر الحمد لله ان احنا يعني انت عملت نتيجه تعتبر في الكوره ايجابيه يعني، حاجه طبيعيه يعني. مهم جدا لما انا في ملعب زي ده واجواء زي دي اطلع بنتيجه تعادل ايجابي، وايضا ما عنديش اصابات، ده نقطه مهمه جدا. بص طبعا وده اللي برضه كنا احنا خايفين منه جدا يعني. ارضيه الملعب يمكن كنت انت معانا امبارح، وممكن شفت يمكن كلنا قعدنا نحاول نصلح ارضيه الملعب، سواء ان احنا نحط بقى رمل او نكلم الناس المسؤولين اللي هم يقدروا يصلحوا الحاجات دي، لان كان فيها حفر كتير جدا جدا يعني في الملعب يعني. لكن في الاول والاخر برضه اقول لك يعني الحمد لله ماتش وعدى، ولكن ان شاء الله عندنا ان شاء الله الاسبوع الجاي مباراه نحسمها ان شاء الله باداء كويس ونتيجه كويسه، وان شاء الله تكون دي بدايه انطلاقه لينا ان شاء الله.
تمام. خلينا بقى نروح لشق تاني وهو شق حلو جدا وإيجابي جدا والدبلوماسية المصرية. يعني نوجه الشكر أكيد لسيادة السفير سفارة كمان مصر في النيجر، يعني قامت خلال الرحلة بجهد محترم، وده العادي يعني، ده مش حاجة جديدة. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة كمان كان حريص جدا على إهداء درع الأهلي للسفير نبيل مكي سفير مصر في النيجر قبل ما البعثة تغادر، والسفير حرص على حضور المباراة، مباراة الأهلي والحرس الوطني. وبصراحة يعني بذل هو وطاقم السفارة جهد كبير جدا مع بعثة الأهلي خلال بنتكلم فترة وجودها في النيجر، وكمان حرصت السفارة على تذليل كافة العقبات وتوفير كل يعني سبل الراحة للبعثة كعادة الخارجية المصرية في كل الدول، فكان واجب يعني الشكر ليهم بصراحة. طيب نروح بقى للملف الأبرز، وامبارح اللقطة اللي كانت حديث العالم محمد صلاح. نتكلم هنا عن يعني شخصية مش عارف الواحد يوصفها بإيه بصراحة، لكن امبارح اللي احنا شفناه، ومش امبارح بس، على طول احنا بنشوف يعني نجم كبير جدا وبنفتخر بيه كمصريين، لكن المباراة امبارح كمان والجول اللي هو عمله حاجة فيها كده تألق، فيها نضج لو احنا ممكن كمان نوصفه. يعني بجد محمد صلاح بقى أسطورة مصرية عربية إفريقية بكل ما يحمله يعني المعنى أو الكلام من معنى. وامبارح كان كمان ليفربول بيلعب أمام واتفورد، وصلاح والفريق ورفاقه فازوا بخماسيه كانت نظيفه، وماتش بقى عارف تستمتع وانت بتتفرج بصراحه، يعني في استمتاع، كوره حلوه قوي. لو هنتكلم كمان عن الاداء، لا الاداء اكثر من رائع، مباراه كان فيها تاكتيك عالي جدا، مهارات بصراحه غير عاديه، يعني زي ما بنقول كده كان في لعب بالمزاج. صلاح صنع اهداف وسجل هدف زي ما حضراتكم تابعتوا امبارح، والحقيقه الهدف ده مش مجرد بنتكلم ان هو هدف، لا يعني في بجد او حقق بيه عده احصائيات مميزه، منها ان هي انه او هو تساوى مع دروجبا هنا بنتكلم برصيد 104 هدف في البريميوم ليج. كمان الهدف ده مخلي صلاح ماشي كده زي ما بيتقال في طريقه نحو تصدر قائمه الهدافين برصيد هنا بنتكلم 7 اهداف، لجانب ان هو كمان سجل في 6 مباريات متتاليه في الدوري، بنتكلم في 8 مباريات متتاليه في مختلف المسابقات. فيعني صلاح مسجل حتى الان مع الريدز كده تحديدا 10 اهداف وحوالي بالارقام 200 هدف خلال مشواره الاحترافي كاملا، حاجه يعني محترمه جدا 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 بجد، الواحد مش عارف يقول ايه. بس اللي قال كتير بقى هي الصحافه والسوشيال ميديا وغيره وغيره، يعني لو هقرا مع حضراتكم كده برضو لان الواحد لازم يفرح، ما هو الحاجات دي كلها بتفرحنا احنا شخصيا. خليني اقول لحضراتكم كده مثلا، يعني بيقول لك تغنت الصحف العالميه اليوم السبت اللي هو بالامس يعني بهدف الملك المصري محمد صلاح. خلينا نبدا بمثلا الديلي ميل، شوفوا حضراتكم كانت بتقول ايه او المانشيت. بيقول محمد صلاح تحول إلى ميسي، سرق النظر بهدفه الفردي المذهل وجعل النقاد والمشجعين يتغنون بتسديداته. وكمان ممكن نروح للسان، برضو السان كان بيتكلم بيقول لك الملك المصري سجل هدفا منفردا مذهلا في واتفورد، والجماهير بتشيد بمهاجم ليفربول أفضل لاعب في العالم. فيعني وغيره وغيره. عايز اقول لحضراتكم مثلا من اكسبريس كان زي ما شفتوا دلوقتي محمد صلاح ليبل بيست ان ذا ووردز افتر ستانينج واتفورد سولو جول فور ليفربول، يعني حاجه محترمه جدا. كان في برضو حاجه من الجارديان بتهيألي اهو، برضو العنوان بيقول هي از ذا بيست كلوب هيل صلاح از ذا ووردز بريمير بلاير، اللاعب الاول في العالم. فبجد كلنا فرحانين بيك يا مو صلاح، حاجة محترمة جدا. وده غير بقى السوشيال ميديا وغيره وغيره من الصحف، مش بس الإنجليزية اللي تحدثت عن يعني صلاح. وكمان لو هنتكلم عن المباراة، هي كانت مباراة رائعة وتاريخية بالنسبة لهنا بقى، لو هنروح لساديو ماني اللي سجل هدف قياسي كمان انضم بيه لنادي المئة زي ما كنا لسه بنتكلم عن محمد صلاح بالدوري الإنجليزي، الهدف رقم 100 ليه سجله في الدقيقة تحديدا 9 بعد تمريرة برضو من مين؟ من محمد صلاح اللي سبقه زي ما كنا بنقول لحضراتكم وعرضنا الكلام ده لنادي المئة سابه قبلها، يعني ما فيش بنتكلم في شهور بسيطة. ونقدر نقول كمان هدف ماني المية ده كان هدية فعلا هايلة من محمد صلاح، وكده أصبح ماني ثالث لاعب إفريقي بينضم لنادي المئة بالدوري الإنجليزي اللي سبقه بنتكلم دروجبا وصلاح. وكمان كان يعني في لاعب أضاف روعة للمباراة زي ما حضراتكم برضو تابعته، فيرمينو اللي سجل هاتريك، يعني حاجة كانت برضو ممتعة جدا امبارح، يعني هدفين متتاليين وبعدين هدف كان في آخر اللقاء زي ما كلنا تابعنا.
بجد الواحد بيتفرج وينبسط، يعني بجد كورة حلوة، ده اللي نقدر نقوله. خلينا نطلع فاصل سريع وهنرجع نكمل أخبارنا، لسه مخلصتش. رحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا دلوقتي نتابع أخبار النادي الأهلي زي ما احنا متعودين وفرقه المختلفة مع مراسلتنا العزيزة سالة حامد، هتكون دلوقتي موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. سالة أنا بصبح عليكي، صباح الخير وسامعينك، تفضلي. يا صباح الخير، واكيد بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وحاليا طبعا انا متواجده معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره طبعا عشان اطلعكم على اخر واهم الاخبار طبعا لجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، واكيد الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. ويمكن خليني اقول لكم انه الفريق النهارده وصل في تمام الساعه 4:15 فجرا طبعا بعد رحله يعني طويله من النيجر استغرقت حوالي 5 ساعات. الفريق وصل في تمام الساعه 4:30 فجرا، ويعني يمكن قرر مستر بيتسو موسيماني يعني بعد المباراه مباشره ان الفريق هيريح لمده 48 ساعه النهارده وبكره ان شاء الله، وهيرجع يستني تدريباته مرة أخرى على ملعب مختار التتش يوم الثلاث المقبل في تمام الساعة 4 عصرا طبعا استعدادا للمباراة القادمة، مباراة العودة اللي إن شاء الله هتكون أمام بطل النايجر فريق الحرس الوطني يوم 23 من الشهر الجاي طبعا شهر أكتوبر على ملعب استاد الأهلي والسلام في تمام الساعة 6 مساء. طبعا ده بالنسبة لفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أروح لأخبار جميع الفرق الرياضية الأخرى، وهبتدي بالفريق الأول لكرة السلة رجال طبعا تحت قيادة مستر جوستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن يعني الفريق في بدايه الموسم يعني توج بلقب بطوله منطقه القاهره وبعديها اللقب الثاني بطوله العربيه لاول مره في تاريخ النادي الاهلي. حاليا طبعا يعني جميع اللاعبين رجال السله في رحله دفاع عن لقب جديد، اللقب الثالث الموسم ده، وهو لقب بطوله الدوري المرتبط. يمكن اللاعبين سافروا يوم الاربعاء الماضي لمدينه الاسكندريه لدخول في معسكر مغلق عشان طبعا يعني المباريات والمنافسات في بطوله الدوري المرتبط هتبتدي يوم الخميس. فبالفعل ابتدت يوم الخميس الماضي الدورة المجمعة الأولى لفريق النادي الأهلي. يمكن خليني كمان أقول لكم أنه الأهلي في المجموعة الرابعة من البطولة مع 3 فرق، نادي الطيران ونادي طنطا ونادي سبورتينج. ويمكن أول مباراة لفريق النادي الأهلي كانت يوم الخميس الماضي أمام نادي الطيران، وانتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 78-49. وتاني مباراة كانت أمام طنطا وانتهت بفوز أيضا النادي الأهلي بنتيجة 77-52. وتالت مباراة وكانت أصعب يعني مباراة لفريق النادي الأهلي أمام سبورتينج وانتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 68-65. كده فريق النادي الأهلي يعني نهى جميع مبارياته في الدورة المجمعة الأولى وهو متصدر المجموعة الرابعة من البطولة. والنهاردة إن شاء الله يعني جميع اللاعبين هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات وهيعودوا مرة أخرى للتدريبات بكرة على ملعب أو يعني صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي عشان يستعدوا بشكل قوي للدورة المجمعة الثانية من البطولة، واللي هتكون مع نفس الفرق بنفس ترتيب المباريات، يعني مع نادي الطيران وبعد كده طنطا وسبورتينج بداية من يوم الأربعاء المقبل والخميس والجمعة في تمام الساعة 8 مساء على صالة جامعة حلوان. يعني كل المباريات هتكون في نفس الموعد وعلى نفس الصالة، صالة جامعة حلوان. ده بالنسبة لفريق السلة. كمان يعني خلينا نتكلم شوية عن يعني جميع الفرق في كرة اليد، وفريق السيدات كرة اليد امبارح يحقق لنا الفوز يعني على نادي منوف الرياضي بنتيجة 39-10. طبعا ده كان ضمن منافسات بطولة الدوري لكرة اليد السيدات، وكمان بعد يعني فوزهم على نادي الأولمبي رجال اليد تحت قيادة طبعا الكابتن طارق محروس هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي النهارده ان شاء الله في تمام الساعه 4 عصرا على نفس الصاله طبعا دايما بتمرن عليها جميع لاعبي النادي الاهلي، صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي طبعا عشان يستعدوا بشكل قوي للمباريات الفتره القادمه في بطوله الدوري. يمكن طبعا يعني المباراه القادمه هتكون امام نادي الطيران يوم الخميس المقبل في تمام الساعه 8 مساء على صاله نادي الانتاج الحربي. وكمان خليني اطمنكم يعني شويه عن المصابين اللي موجودين في طبعا في صفوف الفريق لفريق النادي الاهلي. يمكن طبعا عمر خالد كاستيلو كان يعني مصاب الفتره الماضية، النهاردة إن شاء الله يعني هيكون متواجد على هامش المران هيتمرن يعني بعض التدريبات والتمرينات يعني الخفيفة عشان يعني طبعا يكون متواجد الفترة المقبلة مع الفريق. فإن شاء الله يعني في خلال الأيام القادمة هيكون متواجد في أول مباراة يعني المباراة اللي جاية يوم الخميس المقبل أمام نادي الطيران. يعني طبعا يعني كانت كل أخبارنا النهاردة الخاصة بجميع الفرق الرياضية، وطبعا الفريق الأول لكرة القدم بعد رحلته يعني رحلة العودة من النايجر للقاهرة والاستغراق طبعا يعني 5 ساعات، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو.
شكرا لك على هذه التغطيه الخاصه باخبار النادي الاهلي يا ساله. وخلينا دلوقتي ننتقل لمقر جريده اليوم السابع، مراسلتنا نورهان طمان، نتابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع محليا واكيد عالميا. نورهان بصبح عليكي ودلوقتي كلنا سامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. وأول خبر معانا من موقع وجريدة اليوم السابع، يوفنتوس يستضيف روما في قمة نارية الليلة بالدوري الإيطالي. يستضيف نادي يوفنتوس نظيره فريق روما في قمة نارية الليلة في تمام التاسعة إلا ربع مساء ضمن منافسات الجولة الثامنة في مسابقة الدوري الإيطالي. كمان خلينا أفكركم أن فريق يوفنتوس بيحتل المركز السابع في جدول الدوري برصيد 11 نقطة، بينما يأتي روما في المركز الرابع برصيد 15 نقطة. أما تاني أخبارنا من جريدة الأخبار، صلاح وهازارد صفقة تبادلية بين ليفربول والريال. كشفت تقارير صحفية عن مخطط فريق ريال مدريد الأسباني أو نية إدارة ريال مدريد الأسباني لضم النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول في صفقة تبادلية عن طريق ضم إيدن هازارد للفريق الإنجليزي. كمان خلينا نقول أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول ممتد حتى يونيو 2023. أما من جريدة الجمهورية وخبر يمكن طريف، هدية استثنائية من أدون. كشفت صحيفة ديلي ميل عن هدية قيمة جدا قدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصديقته جورجينا مما جعلها في ذهول شديد. الهدية كانت عبارة عن علبة مجوهرات يبلغ سعرها 180 ألف يورو وتحتوي على 8 أدراج للاحتفاظ بمجوهراتها الثمينة والتي تقدر ب 2.6 مليون جنيه استرليني. أما بقى آخر أخبارنا من جريدة الشرق الأوسط، المشوار الرائع للتنسية أنس جابر يتوقف عند المربع الذهبي. توقف مشوار الرائعة التونسية أنس جابر عند الدور نصف النهائي من دورة إنديان ويلز الأمريكية الدولية للتنس، وده بعد خسارتها أمام الإسبانية باولا بادوسا. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع. شكرا لك جدا يا هوند، والعودة لك مرة أخرى. طيب يا نورهان أنا بشكرك. فيما يختص بالأخبار ممكن أسألك سؤال بس ليه علاقة بالمرور برضو عشان نطمن منك وانت رايحة للجريدة، هل كان في يعني سيولة مرورية ولا كان الوضع ازاي عشان لو حد برضو دلوقتي حابب ان هو ينزل من السادة المشاهدين فنقدم له هذه الخدمة؟ تفضلي. يعني ممكن اقول لك لازال الطريق الدائري الى حد ما، يعني في اماكن شويه مزدحمه خاصه يعني ناحيه المعادي، وانا جايه طبعا هنا طريقنا للمهندسين، ولكن في الساعات الاولى من صباح اليوم كان الحاله المريه كانت جيده بصوره كبيره جدا. رائع جدا، نشكرك جدا يا نورهان على هذه التغطيه، واكيد بنشكرك برضو يا سالة على هذه التغطيه. شكرا لكم. انوه بس وافكر حضراتكم بسؤال السوشيال ميديا اللي هنعرضه يوم الاربعاء، بس ابعتوا لنا من دلوقتي على هاشتاج 10 صبح في الاهلي، لو عندك مهاره في كره القدم ما تصور لنا كده فيديو وابعته لنا واحنا نعرضه ليك في يوم الاربعاء في الفقره الاخيره الخاصه بالسوشيال ميديا على هاشتاج 10 الصبح في الاهلي. يعني عايزين كم كبير، ونوعدكم الفقره هتبقى يعني هنطولها شويه عشان نقدر نعرض اكبر كم من ان شاء الله الفيديوهات اللي هتبعتوها. فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم اولى فقراتنا الحواريه. مرحبا بحضراتكم واولى فقراتنا الحواريه، ومعانا بطله من بطلات النادي الاهلي تحديدا في رياضه السكواش. واحنا عارفين اصلا احنا في مصر يعني السكواش عندنا من الرياضه او الرياضات الفرديه اللي احنا محققين فيها باع كبير جدا، ويعني واصلين فيها البرانكس حلوه قوي على مستوى العالم بنتكلم، وعندنا كمان بطلات منهم نور الشربيني على سبيل المثال يعني محققه حاجات محترمة جدا على مستوى العالم، ومعانا بطلة دلوقتي إن شاء الله تبقى قدام كمان حاجة زي نور الشربيني ويمكن كمان أحسن. خلينا نرحب بدينا فريد لاعبة السكواش بالنادي الأهلي منورانا، صباح الفل. وأي حد بيجي دايما بيعجب بالفيو صح؟ لازم كده، ده عشان بس الناس أوقات بتبقى فاكرة في التي في إن ده حيطة أو فيديو أو لا، ده طبيعي وده النادي باين من هنا منورانا. وابدا معاك لان دايما نبقى عايزين نتعرف على ابطالنا يعني على المستوى الشخصي، فنعرف الاول مين دينا وبعد كده نخش بقى في التفاصيل تفاصيل اللعبه نفسها. اوكي، انا دينا فريد بلعب سكواش من وانا عندي 5 سنين،
كنت بلعب سباحه الاول وحبيت اللعبه، اخويا شفته بيلعب قدامي قلت لهم هي دي خلاص. انت بتلعبي بناء على لعب اخوك اصلا؟ هو بيلعب كان في الاهلي من هو صغير يعني، وشفته قلت لهم نلعب سكواش بقى ويلا بينا. حلو. وبدات وحبيت الموضوع الصراحه وكملت فيه والحمد لله الدنيا مشيت كويسه يعني. يعني دينا خارجه من بيت رياضي جدا كويس قوي، ومش اول بطله، اخوكي برضو وصل يعني بطولات برضو بطولات كتير، وهو دلوقتي هو مدربي. طب حلو. هو فارق بينكم قد ايه تقريبا؟ يعني تقريبا 7 سنين. وهو مدرب في الاهلي فهو بيمرني في حلو جدا. واختي برضو كانت رياضيه في الاهلي هاندبول، فاحنا بيت رياضي عائله رياضيه جدا. طيب والاهل يعني باباكي او مامتك؟ لا ما كان يعني الرياضه بقى العاديه بتاعه بس هم الداعم الاساسي. خلينا خلينا نقول بالزبط. طيب ابتديتي عندك 5 سنين، بعد كده طبعا في الاول ما كانش فيه بطولات، اول بطوله بقى شاركتي فيها كان كام سنه؟ كان عندي 9 سنين تقريبا. كنت خلاص بقى بقيت يعني جهزوني على قد ما يقدروا. بقيت متجهزه. بقيت متجهزه ان انا ابدا العب. واول بطوله ما طبعا ما عملتش اي حاجه في 9 سنين. ما اكسبكتد يعني. بس انا بدات من 10 سنين لا بخش فاينل وباخد بطولات والدنيا يعني كانت كويسه. 2017 انت واخده مركز اول كمان في الاهلي. فلا احكي لنا اكتر عن البطوله دي. البطولة دي كانت بصراحة كانت صعبة جدا، لأن أنا كان عندي في الفاينل بنت يعني من أجمد ناس في مصر تقريبا، وإن أنا من الأول كان عندي كذا حد بلعب مع ناس من الأهلي، فإحنا حافظين لعب بعض وعارفين كل حد مين. أيوة ستايل بالظبط. فلغاية ما الحمد لله كنت يعني حاولت أهل قبلها كتير لغاية ما مشيت الحمد لله. مشيت. طيب أنا عايزة أسألك عن الرياضة نفسها، يعني السكواش هو احنا ليه متقدمين فيه؟ يعني ليه رياضة فردية مصر فيها فعلا ومن زمان محققة فيها مراكز عالية جدا، ودلوقتي بنتكلم عن يعني عنصر النسائي كمان، رنيم الوليني ونور الشربيني وعندنا اسامي كتيرة، فاشمعنا الرياضة دي كده من وجهة نظرك؟ يعني احنا عندنا صراحة مدينا اهتمام يعني كبير بشكل مش طبيعي، بنتمرن او يعني وقت وساعات اكتر من هما الناس بره بيتمرنوا. مدربين هنا كويسه قوي، مؤهلين بشكل برضو عالي، ان هو كله بادئ من وهو صغير، فكله يعني ده اللي مخلي الدنيا كويسه. مين عندك بقى بما ان انتوا عيله رياضيه، يعني مين قبل اي بطوله بيبقى هو الداعم ليكي نفسيا؟ يعني خلي بالك من حاجه، احنا برضو بشر في الاول في الاخر، ممكن قبل اي انا ممكن قبل ما اطلع على الهواء مش في المود، انا على طول متوتره حتى لغايه دلوقتي قبل الماتشات. فاحنا بني ادمين فطبيعي بنحس بكل الاحاسيس العاديه، فممكن ابقى داون، ممكن ابقى عندي مشاكل، عندي امتحان، عندي واتيفر، فبيأثر. مين اكتر شخص داعم ليكي بصراحه في البيت؟ انا بتكلم اكتر حد صراحه، انا يعني اول حد اكلمه قبل اي ماتش او قبل اي حاجه اخويا، بحكم المدرب الدنيا كلها، ومامتي يعني هم اكتر ناس، وخالتي برضو صراحه عشان هي رياضيه جدا. احنا عيله كلها بتحب الرياضه. حلو جدا. بالظبط. حلو قوي. طب كلميني بقى عن بطولاتك المختلفه، يعني انت دخلتي كذا بطوله في 2017 في 2019، يعني في على مدار السنين كان بطولات كتير وكل بطوله اصعب من الثاني وليها كواليسها، فخليني اعرف منك. هو يعني كل بطوله بيبقى ليها ان احنا نحاول، يعني كل بطوله ليها تاهيل غير التاني. على اساس ان انا اول ما الدروب ينزل ببقى بلعب حد مختلف عن اللي قبله، فده لي تجهيز مختلف عن التاني. وكل ما بنكبر الموضوع بيبقى اصعب، الناس بتبدا تجمد اكتر، ويعني الدنيا بتختلف خالص. فبس يعني هي سنه 2019 بصراحه كانت كويسه جدا بالنسبه ان انا خدت تقريبا 6 أو 7 مراكز اول فيها، فكانت التوب. جينا في 2020 الكورونا قفلت الدنيا خالص، هي قفلت الحياه. فما بقاش فيه اصلا بطولات، ما فيش اي تجمعات وما فيش تمرين، ما في يعني الدنيا قفلت شويه لغايه ما بدانا تاني، ولسه بادئين اول بطوله، يعني دي تاني بطوله في السنين بعد الكورونا. دينا مع الاهلي حاليا، يعني انت جبتي زي ما بيتقال كده اخر حاجه في مصر، يعني انت بتلعبي مع اكبر نادي. لا بجد ده واقع، بتلعبي مع اكبر نادي دلوقتي في مصر، فدي خطوه كتير بيتمناها، انت الحمد لله وصلت لها. بعد كده دينا بتطمح لايه؟ هل انا بتكلم في عالميه؟ هل انا بتكلم في احتراف؟ يعني واكيد عشان اعمل ده لازم اكون ماشيه في طريق معين، فانت بتجهزي نفسك كده؟ انا بحاول ده اعمله دلوقتي. انا بصراحه جت فتره الجامعه كنت حاولت اركز اكتر في الجامعه، لان انا يعني كنت عايزه اوازن بين الاثنين. انت بتدرسي ايه بالمناسبه؟ انا خلصت فاينانس
والحمد لله متخرجه اكستنت وذ اونرز يعني، فحاولت اظبط شويه في الجامعه حل. لغايه لما خلصت وقلت ابدا اللي هو واخدها بقى واحده واحده من الاول على اساس يعني لو الدنيا بقت في البروفيشنال احسن يبقى كويس. يعني امتى ممكن اقول انا اكتفيت من اللعب مثلا، جبت البطولات كلها او كل حاجه في الاهلي فانا عايزه بقى اروح على مستوى عالمي؟ يعني امتى ده هتقوليه؟ مش بتتقال كده، لان هو حتى انا لو رحت عالمي بفضل باسم الاهلي بلعب بطولات للاهلي. انت هتحترفي باسم اصلا انت جايه من هنا يعني. بالظبط. فانا اوريدي طالما حتى احترفت باسم مصر برضو بلعب باسم الاهلي، فما عنديش اللي هو الحته اللي هو لا خلاص الاهلي نوقفه على كده. بس عينك على يعني الليفل العالمي او انترناشونال يعني. طيب بتبصي على مين من البطلات العالميين؟ اتكلم على البطلات تحديدا في اللعبه دي، وبتتابعي الستايل بتاعها او يعني نفسك في يوم من الايام تكوني زيها؟ انا الصراحه نفسي ابقى زي رنيم الوليلي يعني. هي بيرفكت في كل حاجه، لذيذه وبتلعب بشكل مختلف وحتى في الملعب مختلفه جدا. فكل يعني احنا معظمنا بيتمنى يبقى زي رنيم. الصراحه قابلتيها قبل كده؟ ولعبت معاها في بطوله، هي بطوله الجمهوريه هم بينزلوا يلعبوا فيها، فلذيذه جدا وفي الملعب بصراحه مختلفه يعني. وشفتي ازاي انتقلت من ليفل لليفل؟ يعني بصيتي على السي في زي ما بتقول؟ بحاول على اساس اشوف هي مشيت الستيب باي ستيب ازاي، على اساس ان احنا نمشي بنفس الستيبس يمكن الدنيا تبقى زيها. على فكره مش حاجه مستحيله يعني. يعني ما هم ما بقاش زيها ليه؟ طالما انت تقدري وعندك حلم وصلي كل حاجه واحده واحده وسعي، ما هي كده كده هتقدري. بس انت رايك ايه عامه ان دلوقتي يعني اسامي نسائيه هي المستحوذه على البطولات على فكره في الرياضات المختلفه، مش بس يعني حتى الاولمبيات لما اتكلمنا او شفنا يعني كانوا بنات. شايفه ده التغيير ده ازاي واسبابه ايه اصلا؟ بنات مفيش زيهم خلاص. عارفه لو كريم هنا لا بس لا احنا بصراحه بنحاول نركز عشان نعمل اي حاجه ما حدش يقول. بصي بيقول لك البنت لما بتركز في حاجه بتعملها بطريقه بيرفكت، لان بتبقي واخداها برده تحديات. أيوة اللي هو انا عايزه اثبت ان انا اقدر، فدي لوحدها بتبقى حافز يعني. لما حد بيراهن على ان انت مش هتنجحي او حاجه، بالعكس ده بيبقى حافز أكتر ان انا طب انا هوريك وهنجح. وبالذات عشان الولاد اكتر الناس بتتكلم ان هم بيعملوا كذا وكذا، فالبنت بتبقى عايزه تبقى ظاهره وسط يعني ولاد كتير. طب بس انتي برضو قليلي يعني في نفس النقطة، لما هنتكلم عن الطفرة الفكرية اللي حصلت في مصر تحديدا من فكرة هنا تقبل رياضة المرأة في ألعاب، ربما كانت زمان يقولك وانت ليه أصلا بتخلي بنتك تلعب رياضة زي كده من ألعاب القوة، وحتى بقى تتكلم في كرة قدم نسائية يعني ألعاب فردية كتيرة، ف بتشوفي ده ازاي؟ بصراحه بشوفه يعني انجاز مش صحيح. طبيعي يعني ان هو ازاي احنا وصلنا للتقدم الرهيب ده. فاكيد كان في صعوبات كتير وناس واجهت صعوبات كتير حتى في بدايه وجود البنات، اللي هي البنات الاولانيه بقى اللي بدات في الحاجات دي، اكيد صعب. بس دلوقتي لا انجاز طبعا كبير يعني، ويا رب الدنيا تفضل كده. صحيح. واهتمام الدوله برضو يعني اكيد انتوا بيتم التعامل وفي تواصل ما بينك وبين سواء وزاره الشباب والرياضه او غيره، بيهتموا قوي وبيجوا البطولات الكبيره، ولا يعني مهتمين قوي فعلا. وكفايه الرئيس اتكلم عن المراه والرياضه والتشجيع يعني ده اصلا كافي يعني. طيب نروح لحته بيرسونال لايف شويه، لان بصي يعني ما شاء الله انت اتكلمتي ان الحياه الدراسيه يعني بيقول لك الناجح ناجح في كل حاجه، فانت ما شاء الله في الدراسه نجحتي، في الرياضه دلوقتي نجحتي، بس على الليفل الشخصي لازم حاجه هتاثر، فخليني اعرف منك برضو ادينا يعني الحياه الشخصيه ازاي دلوقتي؟ هي صعبه شويه الصراحه، لان انا كمان بدات اشتغل. فانا فكره ان انا بوازن بين السكواش والشغل، والشغل بقى من 9 الصبح لغايه 5 وبعدين تمرين، فاليوم وانت يعني دلوقتي واخده يعني نص يوم بقى عشان اجي بقى. دي صعوبه. لو المدير اتفرج علينا خلاص مش هيزعل. اكيد اهلاوي. كل الناس اهلاوي. بالظبط. فبيبقى الموضوع صعب شويه الصراحه، حتى في التمرين ببقى لو خلاص عايزه انام وما اعرفش ايه، بس بحاول يعني امشي في كل الاتجاهات. والسوشيال لايف
خروجات الافراح الحاجات السفر هي جميله في الويك اند اي وقت تاني طول الاسبوع ما حد يعني ما ببقاش قادره بصراحه ان انا يعني اعمل كده او يلا ننزل يا جماعه دي صعبه قوي عليا الصراحه ايوه على فكره حتى احنا والله اه صعبه قوي لو لسه هنقوم ونلبس خلاص خلينا نايمين طيب عايز اسالك عن يعني لما هتقرري ترتبطي هل البنت الرياضيه الناجحه البطله لما بتبقى عايزه ترتبط بتبقى حابه اكتر ترتبطي بشخص زيك ولا مش هتفرق مهم ان هو يبقى دماغه عارفه ان هو الوقت مش فاضي وفي رياضه وفي اساسيات وكده فيعني لو جت كده في انسان مش رياضي مفيش مشكله المهم ان هو يبقى فاهم المنتاليتي يعني بالظبط فكره اليوم ماشي ازاي بالظبط الحياة مختلفة يعني حلو جدا والله دينا أنا مبسوطة جدا وانتي نموذج حلو وروحك حلوة وإن شاء الله تبقي زي رنيم وأحسن يعني وأهم حاجة عندنا أن انتي ترفعي اسم الأهلي واسم مصر أكيد في الأساس إن شاء الله دي أهم حاجة نورتينا ولو حابة تقولي حاجة لجمهور الأهلي انتي عارفة جمهور الأهلي بالملايين في كل حتة فلو حابة توجه لهم أي رسالة أو يعني بروميس للفترة اللي جاية قولي لنا ممكن اقول لهم ان اي بروميس فعلا أيوة. ان انا يعني هرفع اسم الاهلي اكتر ان شاء الله وهم يعني بيدعمونا ويفضلوا يدعمونا حلو كده انا تحياتي لاسرتك لان مرسي. بجد ليهم دور كبير جدا دايما الاهل في اي يعني مرسي. نجاح بيبقى الولاد بيحصلوا عليه فده يرجع لهم فتحيه كبيره برده كمان لاخوكي المدرب بتاعي شكرا ليك يا دينا نورتينا مرسي. فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضرتك زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة عن مباراة الأهلي وبطل النايجر وبداية هنا رحلة يعني الأفريقية عندنا كلام كتير لسه عايزين نتكلم فيه عن المسابقة المحلية فيما يخص هنا كمان قوة المنافسة بين الفرق وبين تحديدا حراس المرمى هنفتح كل الملفات دي مع كابتن ياسر مصطفى مدرب حراس ناشئين الأهلي السابق اللي منورنا دلوقتي يا صباح الفل صباح الفل أنا مبسوطة طبعا. والله إن حضرتك معانا أنا مبسوط إني موجود مع نجمة بحجم حضرتك طبعا ويعني وكابتن ياسر هو عامل لي كده الكفر بتاعي على فكره الصوره دي انا بحبها جدا طب كويس يعني فاخترت صوره حلوه طب الحمد لله سعيد اني موجود مع حضرتك طبعا وسعيد اني موجود في قناتنا قناه النادي الاهلي نادي القرن طبعا والنادي بتاعنا واحنا وكلنا ننتمي للنادي الاهلي عشقا قبل الشغل كمان صحيح هي عيله فعلا واحده وتحس ان انت وسط اهلك بجد والله حتى طبعًا. على السوشيال ميديا فاحنا كلنا فعلا زي ما تقال عيله الاهلي عيله صحيح كبيره صحيح. فنبدا بقى لان عندنا ملفات كتيره وعايز ابدا بمباراه امس خلينا نمسك من بدايه من هنا وبعدين نرجع شويه ونطلع لقدام في كلام كتير اكيد هنتكلم فيه امبارح حضرتك شفت ازاي مش هقول شفت المباراه شفت الاداء تحديدا من لعبت الأهلي يعني أنا مش هتكلم عن المنافس دلوقتي أنا عايزة أتكلم عن نفسي ناحية السرعة ناحية الأداء ناحية الإجهاد ناحية التركيز العوامل الخارجية اللي أتحدث عنها البعض منهم كابتن باتسو موسيماني تفضل أنت حضرتك طبعا اتكلمتي في المقدمة كله كلام فني ممتاز جدا يعني حضرتك يعني كأنك مدربة بالظبط ما شاء الله عليك لا دي شهادة كبيرة بقى ما شاء الله عليك يعني حضرتك اتكلمتي بشكل منظم جدا بالنسبه للناحيه الفنيه طبعا احنا هنقول ان ارضيه الملعب اثرت كتير على الفرقه بالتالي مستر موسيماني بدا يشتغل على الكره الطويله من اول المباراه ودي حققت الهدف بتاعها ان احنا حصلنا منها ضربه جزاء محمد شريف وعلي معلول حطها فدي كان هدف رئيسي لكن هو في يعني عموما بعد ما جبنا الهدف يعني اداء النادي الاهلي بالنسبه لنا يعني مش هو ده النادي الاهلي يعني اللي احنا صحيح. كنا نتوقعه او هو ده اداء الفرقه زي ما احنا كنا متوقعين يعني فطبعا هو في هدوء يعني غريب جدا حصل للعيبه بعد ما جبنا الجون ومش طبيعه النادي الاهلي لما بنجيب جون بنهدى بالشكل ده وده كانت مشكله في نهايه الموسم اللي فات واتمنى من مستر موسيماني انه يركز مع الفرقه اكتر من كده لان مش غياب واحد ولا اتنين ياثر على الفرقه لا احنا عندنا 30 لاعب ودلوقتي بتتكلم الاهلي بمن حضر طول عمرنا وده شعارنا الاهلي بمن حضر طول على مدار كده. التاريخ ايوه طول عمرنا الاهلي بمن حضر فما تقوليش لاعب مش موجود لاعب بيتجوز لاعب عنده يعني التزام كل لعيبه النادي الاهلي نجوم يعني كل لعيبه النادي الاهلي نجوم اقدر باي 11 اقدر اكسب وبعدين فرقه متواضعه جدا يعني مش فرقه قويه ما هي دي النقطة. العوده اعتقد ان شاء الله باذن الله ان احنا هنعدي لكن احنا بنتمنى ان هو يركز في الملعب مع اللعيبه اكتر من كده شويه لان اداء الفرقه مش مقنع وده سبب ان احنا السنه اللي فاتت الهدوء الزياده ده ضيع مننا بطوله الدوري
يعني احنا بقينا بنهدى يعني لعيبه هاديه زياده عن اللزوم. يعني موضوع ان احنا نبقى محتاجين طبعا الفرقه الثانيه بدات ضغط شوط ثاني شويه على اساس ان هم عاوزين يتعادلوا وعلى ملعبهم، كل الكلام ده كويس جدا، لكن احنا النادي الاهلي بس هو كان عندهم سرعه وكان عندهم قوه بدنيه غيرنا بصراحه امبارح، تحديدا في الشوط الثاني كانت باينه. لعيبه الاهلي كانت هاديه شويه، حست ان الماتش مضمون خلاص، وحست ان احنا يعني نقدر نكسب في اي وقت، فدي عملت مشكله شويه، ودي محتاجه من الخطوط شويه يعني شغل الفني محتاج الكلام ده اكتر شويه، ان احنا ندوس شويه مع اللعيبه، الحافز يبقى اكتر شويه بالنسبه للعيبه، الدوافع تزيد شويه، ده كل شغل فني. يعني خليني اسال حضرتك كابتن ياسر عشان نفهم برضو وجهه نظر حضرتك، هل بتشوف ان الاهلي محليا غير الاهلي افريقيا؟ يعني انا بلعب محليا انا بلعب بتكتيك معين، جيت العب افريقيا طبعا زي ما احنا عارفين اللعب بيبقى والجيم مفتوح، بيبقى فيه فرص مختلفه، يعني فهل برضو انا كاهلي لعبت محلي زي افريقي امبارح ولا كان في تغيير؟ هو الاهلي لعب بثلاثه ديفندر يعني مع المنافس ده ممكن ما العبش بثلاثه ديفندر، يعني احنا ادينا لهم حجم كقوة ان هم فئه قويه، لا هم مش قويين قوي يعني فئه مش قويه قوي، فكنا نلعب بالنادي الاهلي يلعب بثلاثه ديفندر يعني كتير، يعني مش 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 فئه مثلا بنلعب مثلا خارج ملعبنا مع فئه قويه جدا اقدر اعمل لها يستدعي يعني لا يعني اعتقد النادي الاهلي محتاج اكتر من الموسيماني انه يكون تركيزه اعلى مع التيم شويه، التحضير الذهني للمباراه انا وجهه نظري ما كانش متحضرين كويس للمباراه، يعني محتاجه شغل فني في التحضير الذهني مهم جدا بالنسبه للعيبه، ان انا ادي لهم دوافع ان انا بطوله افريقيا وانا لازم احافظ على اللقب وعندي كاس عالم للانديه، يعني في دوافع كتير جدا مهمه جدا من المدير الفني ان هو يدي دوافع للعيبه، امال انا شغلتي مدير فني ان انا كل مباراه لازم ادي دوافع للعيبه جديده تحفزهم على اداء يكون افضل من المباراه اللي قبلها. ده كمان حاسس ان في هدوء مع لعيبه النادي الاهلي، مش النادي الاهلي اللي احنا كنا نجيب جول واللعيبه تبقى هاديه كده، لا كنا عاوزين نجيب الثاني والثالث، هو ده طبيعه النادي الاهلي. يعني كان في شخصيه البطل اللي احنا عارفينها عن النادي الاهلي لم توجد بالامس، وبعدين النادي الاهلي اول مره احس انه بيلعب كوره طويله كتير مش طبيعه الملعب مش كويس، لكن لما بدانا نضغط عليهم قطعنا كتير، بدانا الكوره بتاعتنا برضو اتقطعت، يعني انا بعمل باس 1 2 3 تتقطع 1 2 تتقطع بصراحه يعني، لكن لما كنا بدانا المباراه وضغطنا عليهم من فوق وعملنا ضغط عالي في اول المباراه استحوذنا وكان شكلنا كويس وبدانا نشتغل كويس، لما بدانا نعتمد على القوه الطويله ودي مش طبيعه النادي الاهلي. ايوه صحيح يعني افتقد الهويه بتاعتنا ان هي القوه الطويله دي مش طبيعه النادي الاهلي، عندنا يعني افضل 30 لعيب يعني يعتبر في القاره صحيح، فبالتالي احنا نقدر نستعوذ ونقدر نلعب ونقدر نشتغل. طب لو رحنا لحارس المرمى، انا دلوقتي وده طبيعي جدا حارس المرمى بتاعي ممكن ان هو يصاب ما يبقاش بيلعب زي دلوقتي وضع الشناوي، ربنا ان شاء الله يرجعه لنا بالسلامه، عندك علي لطفي، علي لطفي برضو بصراحة لما الأهلي احتاجه هو أدى أداء محترم جدا، ولكن البعض كان برضو من وجهة نظره هو أنا ليه ما عملتش علي لطفي يعني يكون أو ما جهزتش علي لطفي بشكل أنه هو يكون مستعد ممكن أكتر من كده بمراحل كتيرة، يعني محدش بيتكلم أنه هو مش حارس مرمى جيد، أنا بقول لحضرتك النقاط اللي طرحت، أنا ليه ما كنتش بجهز لعبتي اكتر من كده وبشاركهم علشان لما يجي او يحين الوقت يكون جاهز بنسبه حتى 90%. هو هنا في كذا مدرسه بالنسبه للحارس المرمى، ان انا بعتمد في مدارس بتعتمد على الحارس الاول يفضل يلعب لحين ما يحصل اي مشكله وابدا العب الحارس الثاني وساعتها يحصل مشكله. هو مفيش مشكله هو علي لطفي انا شايفه مالوش اي مشكله امبارح، بالعكس لما لعب قبل كده حتى في ولما قعد كان كويس جدا ماتش الزمالك كان عامله كويس جدا وعلي لطفي حارس كبير، احنا علي لطفي كان منتخب مصر ومنتخب مصر الاولمبي وحارس كويس جدا، كذلك مصطفى شوبير على فكره، مصطفى شوبير على فكره انا اللي اكتشفته في النادي الاهلي، انا كنت عايز اروح للنقطه دي، انا اللي اكتشفته في النادي الاهلي وانا اللي مؤيده هو احمد ابن طارق سليمان، فالاثنين انا منقيهم من الاختبارات على فكره، وكان الكابتن الله يرحمه الكابتن احمد ماهر قال لي يعني الولد ده كويس، قلت له كويس جدا واخترناه بدون ان احنا مش عارفين ده ابن الكابتن شوبيه ولا ده ابن طارق سليمان، لان النادي الاهلي كبير يعني النادي الاهلي، فانا شايف ان علي لطفي امبارح حتى الهدف هو اللي يسال عنه، ايوه يعني صحيح. هو يعني حتى لو كان الشناوي موجود كانت ممكن تبقى الهدف لا موجود. ما حدش لام علي لطفي امبارح اطلاقا، بس البعض تحدث عن انا ليه عامه ما بجهز لاعبتي اللي هم البدلاء بتوعي ان كيس حصل حاجه زي كده، يعني دي نقطه معلش اكمل لحضرتك النقطه الثانيه، وبرده اتقال انا اصلي ما عنديش بلاي ميكر عشان قفشه بيتجوز، قال لك طب ما هو برده اللي رد قال وانا مش مفروض ان انا ابقى معتمد على بلاي ميكر يعني مش كده هي بتقاس، يعني بالنسبه لحراسه المرمى
هي علي لطفي لما لعب امبارح هو يعني ظرف ان الشناوي اتصاب في المنتخب وكده، لكن هي المشكله مش في كده، المشكله ان احنا عندنا احسن 3 جون في مصر برضه. يعني لما نتكلم على الشناوي حارس مرمى افريقيا ومن احسن الحراس، علي لطفي حارس قوي جدا وكان بيلعب منتخبات، بس مش هقدر اخد 2 من نادي واحد، لان علي ما بيلعبش بصفه مستمره. فبالتالي علي مصطفى شوبير حارس كويس جدا وعنده امكانيات فنيه عاليه جدا. لكن في مدرستين بالنسبه لاختيار الحارس المرمى، في مدرسه بتعتمد على الحارس اللي هو بيلعب على المستوى على طول وما قعدوش الا لما يبقى في سبب قهري، او مثلا مستواه اتهز مباراه في الثانيه في الثالثه ابدا اغير واديله قسط من الراحه وابدا يلعب. لكن في مدرسه ثانيه بتعتمد على نظام يعني روتيشن لكن انا مش مع المدرسه دي الصراحه. حضرتك مع المدرسه الاولى، التثبيت حراسه المرمى كل ما بيلعب كل ما بيزيد مستواه، كل ما بيتقل في اللعب كل ما الاخطاء بتاعته بتقل، مع شغل المدير الفني والمدرب بيبدا الشغل يبقى كويس جدا، في انسجام بينه وبين خط الظهر، في انسجام بينه وبين الفرقه، لان يعني طبعا انت عارف حارس المرمى هو يعني اول خط هجومي واخر خط دفاعي، فمحتاج يبقى فيه شغل جامد جدا فني مع الفرقه من الناحيه الفنيه ومن ناحيه التمركزات بتاعته وطريقه اللعب، لان الحارس مهم جدا بيطبق مع المدرب طريقه اللعب. لو بنلعب باربعه هو بيشتغل ليبرو مع الناس من تحت، يبدا يحضر، بنبدا من تحت يبدا هو يشتغل ازاي، بنبدا نشتغل زي مباراه امبارح على الكوره الطويله، هو بيبقى له دور مهم جدا، فدي حاجات مهمه جدا. فانا مع المدرسه التثبيت، وده طبيعي ان احنا دلوقتي جايبين 3 حراس ليه؟ عشان ده يلعب لما يبقى في مشكله، وعلي امبارح ما كانش اداؤه ما كانش فيه مشكله، انا مش شايف انه كان فيه مشكله. لا ما حدش تحدث عن فعلا كان فيه مشكله مع علي لطفي. خليني اروح مع حضرتك برضو وبنتكلم في رحله ال 11. تمام. وهي رحله تكاد تكون ممكن نقول اصعب من رحله التسعه والعشره. صحيح. عشان نبقى يعني صادقين. فهي مشوار ومشوار صعب، وربما كمان اداء الفرق المنافسه افضل، تتكلم برضو في يعني تغييرات ونجوم دخلت وفرق صعدت وحاجات زي كده، فانت عندك برضو ميشن صعبه. انا دلوقتي كاهلي او يعني بتكلم على داخل بقى على مشوار لازم باذن الله يكلل بالنجمة ال 11 ان شاء الله، انا مفروض اخش الدافع بتاعي ايه؟ اخش جاهزيتي ايه؟ يعني ده برضو احب اعرفه منك كابتن ياسر. وده اللي انا قلت لحضرتك ان ده دور المدير الفني، ان هو يدي دوافع للعيبه، كل مباراه ليها دوافع وكل بطوله ليها دوافع بتاعتها. يعني الامر دلوقتي بنتكلم عن موسيماني هو طبعًا الاساس هو في هذا، هو هو رقم واحد، هو اللي بيشتغل مع الفرقه، هو المدير الفني، هو اللي بيختار ال 11 اللي بيلعبوا، هو اللي بيختار التغيير. فانا بالنسبه لي كلاعب دوري ان انا يعني جندي في المعركه، يبدا المدير الفني يحطني، ابدا اديني الدوافع بتاعتي، هو القائد بتاعي، ابدا يديني الدوافع بتاعتي. يعني احنا بنلعب على بطوله افريقيا، احنا النادي الاهلي النادي القاري، ما فيش كلام ان احنا نازلين باذن الله باذن الله ناخد البطوله، ما فيش رفاهيه يعني، ما فيش، هو النادي الاهلي كده. يعني يخلص المباراه نبدا خلاص على طول، حتى فرحه البطولات حضرتك انت عارفه طبعا، انت احنا بنفرح ساعه مثلا بالظبط، ونبدا ربع ساعه بقى ونبدا نقول ايه في دوافع جديده، ايه الدوافع الجديده عندنا؟ صح. بطوله الدوري عندنا، كاس مصر عندنا، بس هو ده طبع النادي الاهلي. كلام حضرتك كابتن ياسر ممكن يتفهم ان انا دلوقتي كلاعب ما عليش اي بقى حاجه، انا الراجل اللي جايبه ده دلوقتي مدير فني هو اللي عليه كل حاجه، هو اللي يحفزني وهو اللي يديني الدافع، هو اللي يشغلني، هو اللي يرسم التاكتيك، وهو وانا كلاعب بنفذ. بس في لعيبه كبار يعني في وسط الفرقه، يعني في لعيبه زي وليد سليمان، اللعيبه الكبار في وسط الفرقه، قفشه، كل اللعيبه دي ليها دور برضك مهم جدا في اوضه اللبس. خلي بال حضرتك اوضه اللبس هي اهم ما في الموضوع، دي حقيقه. اوضه اللبس هي عنوان البطوله، اوضه اللبس فيها هدوء، فيها استقرار، فيها قيادات في اوضه اللبس بتاخد الفرقه الاتجاه كويس جدا، دي بتشيل مع المدرب بنسبه 50%. يعني المدرب ليه الملعب والتكتيك وكل الشغل الفني، لكن اوضه اللبس مع اللعيبه بتشيل. ما انا ما قلتش ان الموسمين الواحد، لكن هو دور المدير الفني ان هو يدي دوافع للفرقه، دور المدير الفني ان هو يعمل روتيشن كويس للعيبه، دور المدير الفني ان هو يبدا يحط الفرقه على التراك المظبوط، عشان ده احنا النادي الاهلي. قبل ما اروح لملف الدوري، لان احنا هنتكلم بقى عن اولى المباريات الخاصه، وهي طبعا الاسماعيلي، وحاجه برضو بدايه يعني تقيله. خليني اروح لاخر نقطه، وفكره هنا برضو الحديث يعني عن التبديلات اللي حصلت بالامس اللي البعض انتقدها، يعني هل برضو احنا نرجع نقول ان في بعض الاخطاء الصغيره هي اللي بتحملنا النتيجه في الاخر؟ يعني انا طرحت ده يمكن في اول الحلقه، وفكره التبديل، تاخير تبديل لاعب معين، تبديله بلاعب تاني المفروض ما يطلعش، يعني حاجات زي كده بتشوفها ازاي؟
هو ده برضك يرجع الاول والاخر زي ما قلت حضرتك للمدير الفني. هو اللي حاسس بمستوى اللعيبه بتاعته، هو اللعيبه بتتمرن معاه، هو اللي قادر يحكم على النازل قبل ما ينزل، عارف ان هو هيقوم له بالدور اللي هو طالبه منه ولا لا. انا دلوقتي لما بعمل تغيير عندي هدفين، الهدف الاول انا بغير في شكل الفرقه، ولا الهدف بتاعي ان انا مثلا بدعم مثلا بدعم او حد تعب مثلا. في فرق يعني بين الاثنين، انا مثلا بعمل التغيير اضطراري او بعمل تغيير لتغيير شكل الفرقه او الشكل الخططي. انا عاوز اهاجم، عاوز ادافع، فبالحته دي بيبدا المدير الفني هو عاوز يعمل ايه، فمش هنقدر نحكم لان هو اللي هو يعني احنا مش بنحكم، احنا بنحاول نحلل. يعني على سبيل المثال لو حضرتك ذكرت دلوقتي التعب، ما محمد هاني امبارح كان باين عليه التعب جدا يعني مثلا، وانا شايف ان اكرم كان افضل لاعب في المباراه دي حقيقه جدا لما نزل يعني الوضع اختلف. وليد سليمان برضك تغيره يعني برضك وليد بقاله مده يعني ما كانش بيلعب وكده، لكن هو ممكن يكون حاطه علشان يعني قائد في الملعب، ممكن يكون عنده هدف تاني احنا مش واخدين بالنا منه بالظبط، عشان كده احنا بنفتح التساؤلات. لكن في الاول والاخر مش هو ده اداء النادي الاهلي اللي احنا كنا نتمناه، او هو ده اداء النادي الاهلي اللي احنا يعني بدايه بالنسبه لنا زي ما حضرتك قلت كده ال11 يعني الستارت يعني ما كانش بنفس القوه اللي احنا ايه متوقعينها مع منافس برضك مش قوي يعني منافس مش قوي. فيعني اتمنى ان مستر موسيماني يركز مع الفرقه اكتر من كده، اتمنى ان هو يكون في الملعب اكتر من خارج الملعب. يعني مهم جدا ان مستر موسيماني في الفتره اللي جايه بالذات يكون تركيزه اعلى من كده، لان ده النادي الاهلي وانت ماسك نادي كبير، نادي القرن الافريقي، محتاجه منك تركيزك يكون اعلى، مهتم جدا ان انت تدي دوافع للعيبه، تركيزك يكون داخل الملعب اكتر من خارج الملعب. كويس، انا حاسس ان هو تركيزه الفتره اللي فاتت كان خارج الملعب اكتر. دي نقطه يعني او ده تصريح بقى من كابتن ياسر. اتمنى ان هو يركز داخل الملعب الفتره اللي جايه. عندنا رئيس نادي اصلا يعني نجم كوره، حاجه جامده جدا بصراحه مع الفريق في كل كابتن سيد عبد الحفيظ يعني حدث ولا حرج، من افضل مديرين كوره على مستوى افريقيا. كابتن سامي ومصان كلهم بصراحه، كابتن سامي من الناس الجامده. فالجهاز المعاون والاجواء في النادي الاهلي ساعد اي مدير فني انه ينجح. فاتمنى من مستر موسيماني ان هو يعني يمسك في فرصه ان هو موجود في النادي الاهلي، بيعمل تاريخ لنفسه كويس جدا. وجوده في النادي الاهلي ده اضافه لاي مدير فني في العالم، انه يجي النادي الاهلي ده اضافه. وعلى كل حال احنا يعني برضو مش هنقدر نروح مع الموجة اللي هي مثلا لاعب او مدير فني يكسب بطولة فالراجل ده كويس وبنحبه، حصل دروب في حتة ان احنا نقلب، لا يعني احنا مش عايزين نروح اكيد مع هذه الموجة. احنا بنتكلم فنيا في أيوة. طبعا برافو عليك. لا نتفق مع حضرتك، بس في الاول في الاخر يعني احنا منتظرين ان شاء الله من موسيماني لسه كتير، ومن اللعيبه بتاعنا، لان هي يعني وجهين لعمله واحده، ما نقدرش نتكلم عن كلنا في مركب واحده طبعا. ايوه كلنا في مركب واحده، جهاز فني واداره ولعيبه كلنا في مكان واحد. بنتمنى من اللعيبه برضك ان هي انتوا بتمثلوا النادي الاهلي يكون عندكم الدوافع والحافز اعلى من كده، بنتمنى الاداء يعني يكون افضل من كده المباراه اللي جايه، وان شاء الله انا متوقع ان احنا هنكسب بنتيجة كويسة جدا. هو تمني مشروع جدا بصراحة. نرجع لمستوانا تاني، نروح للدوري والجدول حضرتك جايبه لنا مشكورا، ونبدأ بالإسماعيلي، ده هيبقى أول مباراة عندنا طبعا. أيوه احنا طيب. عندنا طبعا ترتيب المباراة يعني عندنا الإسماعيلي أول ماتش، تاني ماتش البنك الأهلي، وبعدين الزمالك، يعني ثلاث ماتشات الأولانيين. طبعا هو الدوري بقى قوي جدا يعني بالنسبة للمستويات، الدوري بقى قوي جدا، فدوت محتاج مننا من بداية الستارت بتاعنا يكون ماتش الاسماعيلي مهم جدا ان شاء الله، باذن الله يكون الستارت كويس ان شاء الله، يعني البطوله تكون في النادي الاهلي. تدريجيا البنك الاهلي تاني مباراه، بعد كده عندنا الزمالك، وبعد كده المقاولين، عند كده المحله. يعني انا شايف ان ترتيب الماتشات هو بس في مشكله ان في عندنا ماتشين ورا بعض صعبين جدا، فيوتشر وبيرمز. فيوتشر عامل انتقالات مع علي ماهر كويسه جدا، فدول برضك يعني، والبدايه برضك ماتش قوي جدا، وثالث اسبوع عندنا الزمالك. فان شاء الله باذن الله يكون الستارت بتاعنا كويس جدا، ان شاء الله اللعيبه تبقى تكون في حالتها. احنا الماتش الجاي هيجي قفشه يخش تاني، عندنا ثلاث اسابيع الشناوي هيكون موجود، فان شاء الله الامور تبقى كويسه باذن الله، يعني نقدر نلم نفسنا بسرعه ونبدا نعمل الستارت كويس. يعني لو انا اتكلمت عن اول يعني ثلاث ماتشات او ثلاث اسابيع، الاسماعيلي، البنك الاهلي، الزمالك، من وجهه نظر كابتن ياسر انهي اكتر مباراه انا مفروض اعمل لها حساب
بزياده كل الماتشات بالنسبه للنادي الاهلي، لان كل الفرق بتيجي قدام النادي الاهلي بتحاول كلعيبه حتى تثبت وجودها، يعني حتى الفرقه الثانيه اللي بيجي لعيبه كل لعيب بيبقى نفسه يجي النادي الاهلي، فبيعمل ماتشات قويه جدا عشان يجي النادي الاهلي. لكن طبعا النادي الاسماعيلي نادي كبير جدا، نادي الزمالك نادي كبير جدا، البنك الاهلي نادي كبير جدا، لكن ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني انا اتوقع البدايه تبقى موفقه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه مع الاسماعيلي ومع البنك ومع الزمالك باذن الله، وتبقى بدايه للبطوله باذن الله. انا لازم حطينا على التراك المظبوط اخلص، ما عشان ده يحصل لازم احصل على النقاط بتاعتي في الاول بقى قبل فتره التوقف عشان انا مش ناقص. فيعني برضو ده عشان يحصل مفروض انا ككيان النادي الاهلي برضو اعمل ايه؟ طبعا ما هنرجع تاني، الكيان موجود ومحضر وجايب مدير فني وجايب جهاز فني، هو ده دور المدير الفني بقى. نرجع برضو نلف ونرجع، هو القائد اصل المدير الفني حضرتك هو القائد، يعني هو اللي يبدا يحط اللعيبه على التراك المظبوط، هو اللي يبدا يدي الدوافع، هو اللي يبدا يشتغل، ده شغل. وبعدين ابدا اشوف مين اللعيب الجاهز اللي ابدا اديله فرصه، مين اللعيب اللي هو حاسس ان هو تعبان ابدا اريحه. احنا بدايه موسم والنادي الاهلي اداله فتره اعداد كويسه وحضر فتره اعداد من الاول، يعني ما فيش اي حاجه تقول ان هو ما يقدرش يعمل موسم كويس، كل عنده مجموعه لعيبه جديده كويسه جدا. ايوه داخل عندنا اثنين محترفين على اعلى مستوى، عندنا احمد عبد القادر جاي من سموحه، عندنا عندنا ناس معارين وناس صفقات جديده، يعني متهيألي يعني عندنا منتخب، عندنا منتخب صح. يعني العصايه دلوقتي في ايد مستر موسيماني، هو اللي يقدر يشتغل، وكلنا ثقه فيه ان هو باذن الله نحصل على بطوله الدوري، البطوله يعني المحببه لينا، ونحصل على ال 11 بالنسبه لافريقيا. كابتن ياسر لو سالت حضرتك سؤال وعايز اجابه صريحه، يعني احنا يعني احنا بنحلل من وجهه نظرنا في الاول وفي الاخر المصلحه يعني الاخيره للاهلي، ده غرضنا. مين من اللعيبه من وجهه نظر كابتن ياسر مع او تحت قياده باتسو موسيماني تألق جدا، ومين من اللعيبه من وجهه نظرك ظلم؟ والله هو يعني انا شايف ان اكرم في حته الباكايت دي يعني مستر موسيماني عملها كويس جدا، وبالتالي راح المنتخب فيها، فدي تتحسب له ان الباكايت ان اكرم عمل يعني حتى مباراه امبارح هو رجل المباراه من وجهه نظري، يعني تتحسب له جامد جدا. طاهر محمد طاهر وكهربا مع مستر موسيماني مش حاسسهم قوي، يعني كهربا برضك مش حاسه يعني بالشكل اللي هو كهربا في حاجه، يعني لو حضرتك تتفق معايا كهربا لو نفسيته حلوه بيلعب حلو قوي، لو نفسيته مش تمام ما بيأديش قوي، يعني العامل النفسي مع كهربا بيبقى ظاهر بصراحه بشكل كبير في الملعب. بس انا لعيب كبير ولعيب لعيبه المنتخب طبعا، ولعيب يعني ابن من ابناء النادي الاهلي، اصلا كهربا ناشئين النادي الاهلي يعني، فابن من ابناء النادي الاهلي يعني واخد على البطولات من وهو صغير، ما ينفعش اقول عليه كده. انا كهربا انا انزل يعني بغض النظر عن المود والكلام ده، انا نازل عشان ادي لنفسي وبعدين للنادي ولنفسي، فمهم جدا. لكن انا مش حاسه، حاسه ان هي الكوره حتى بتهرب منه كتير، مش مظبط، مش في تألقه، خلينا ممكن محتاج من المدير الفني الاهتمام شويه، محتاج هو يراجع نفسه شويه يعني. وطاهر بداياته كانت كويسه جدا جدا، وبعدين بدا ينزل شويه، فانا مش عارف برضك طاهر حاسس ان هو برضك الشحات شويه بيتألق وشويه يعني، لكن اكترهم هو كهربا بالنسبه لي هو اللغز، يعني كنت متوقعه يبقى افضل من كده. طب ما انا عشان برضو اتكلم لازم احاول احلل، ما يعني أيوه. عشان كده انا بسال حضرتك أيوه. يعني التذبذب ده سببه ايه؟ يعني انا ليه بشوف عندي لاعب اداء كان رائع بعدين مستوى بقى مش زي الاول، مع ان انا منتظر منه بالعكس اداء يمكن اكثر كمان من الفتره اللي تالق فيها، لان انا بداخل على موسم جديد وعلى بطوله جديده وانا عايزك تديني احسن ما عندك. التذبذب ده ليه؟ ممكن يكون عشان ما بيلعبش اساسي، فبينزل مثلا ثلث ساعه، هو متعود ان يلعب من بدايه المباراه. طب ما في مباراه خدها من البدايه، يعني هي ترجع في الاول والاخر للاعب نفسه، انا اقدر اعمل ايه؟ حضرتك جاي الحلقه محضره دماغك ومركزه عشان حضرتك اسمك كبير، فبالتالي انت بتحافظي على اسمك قبل اي حاجه، رغم اي بقى ظروف حوالينا. صح ولا لا؟ طبعا. فهي ده هي دي نقطه البدايه اللي المفروض كهربا يبدا منها. انا بحضر نفسي، بجهز نفسي، انا لعيب في النادي الاهلي، عاوز ارجع تاني المنتخب زي ما كنت موجود. الموضوع يرجع في الاول والاخر للشخص نفسه، هو عاوز ولا مش عاوز.
عاوز يبقى موجود ولا مش عاوز يبقى يعني موجود. حضرتك عنده طموح. بتحمل اللاعب هنا التذبذب ده. اصل ده لعيب محترف. احنا مش جايبين ده لعيبه كلها محترفه يعني شغلها الاساسي هو لعب كره القدم مش جاي مثلا من شركه وواحد يلعب لا ده لعيب محترف صحيح. بيلعب في النادي الاهلي نادي القرن فيعني يجب ان هو يكون على قد المسؤوليه هو كمان لنفسه كمان عليه ضغوط اعلاميه عليه ضغوط جماهيريه كل الكلام ده تلاحم برضو بطولات وماتشات وغيره برضو ده كان له تلاحم على كل الفرق مش انا بتفق مع حضرتك بس برضو ده يرجع بقى للتاهيل النفسي اللي هو برضو بيكون اساس في المدير الفني والجهاز الفني واللعيب برضو زي ما حضرتك قلتي احنا كلنا في مركب واحد اللعيب عليه عامل مهم اللعيب هو رقم واحد مع المدير الفني ما انا بدي لك فرصه حضرتك استفدت منها ولا لا صح حضرتك يعني عدتك دلوقتي تلعبي انا لازم اثبت للناس كلها ان انا لعيب كويس واقدر اقود واقدر العب واقدر اخد فرصه واقدر اكون موجود ان يعني شاء الله الروح دي تعود مره ثانيه ده اللي بننتظره يعني من اللعيبه وده اللي احنا واخدين عليه معاهم طبعا والقصه يعني ابس اند داونز ده موجود في كل حاجه بس نتمنى ان الصوره اللي احنا عارفينها عن النادي الاهلي هي اللي لا هي الصوره موجوده يعني الحمد لله والنادي الاهلي نادي كبير والنادي الاهلي زي ما حضرتك بدانا الكلام الاهلي بمنحضر في اي وضع الاهلي بمنحضر دي حقيقه نروح شويه لملف حراس المرمى وزي ما دلوقتي اتكلمنا عن الدوري ويعني في تغييرات كتيره جدا لحراس المرمى برده شفناها ايه افضل التغييرات خلينا نعرف من حضرتك برده ايه اكتر الحراس اللي شايفه ممكن يتالقوا يعني في الموسم ده هو طبعا في انديه عملت يعني نادي بيراميدز عنده شريف وعنده جاب وعنده مهدي سليمان وجاب ضعدو من النادي المصري النادي الاسماعيلي عمل برضك تدعيمات قويه جدا جاب احمد عادل عبد المنعم والنادي الاسماعيلي عشان نتكلم يعني احمد عادل عبد المنعم ابن من ابناء النادي الاهلي عمر رضوان ابن من ابناء النادي الاهلي فوزي اللي كان بيلعب الموسم اللي فات في النادي الاسماعيلي ابن من ابناء النادي الاهلي يعني الثلاث حراس دلوقتي في الاسماعيلي ابناء النادي الاهلي عشان الناس يعني تبقى عارفه ان النادي الاسماعيلي احنا المصنع الاهلي والاسماعيلي وكل الفرق واحد يعني لما نيجي نشوف الاسماعيلي دلوقتي ثلاث حراس من ابناء النادي الاهلي فوزي كان حارس معانا في النادي الاهلي في الناشئين عمر رضوان راح لهم من نادي الجيش من النادي الاهلي الناشئين هم اصلا نصهم طالع على ايدك يا كابتن ايوه الحمد لله يعني الحمد لله كلهم طبعا ولادنا وكلهم لعبوا معانا فالنادي الاسماعيلي بالتحديد ثلاث حراس دلوقتي النادي الاهلي عندنا سيراميكا كليوباترا جابوا محمد كوكو من المقصه الجونه جايبين عماد السيد من الاتحاد وده جون كويس جدا عندنا الاتحاد السكندري جاب عبد المنصف واحمد يحيى انا عبد المنصف بصراحه يعني بحسه حاله طبعا صح يعني طبعا. لا حاله الحضري بدا الموضوع وعبد المنصف مكمل يعني يعني هو كام سنه دلوقتي يعني 42 دخل في 43 هو الحضري بدا الموضوع طبعا يعني لعب لفتره كبيره جدا وعبد المنصف بيكمل وعامل ارقام كويسه لا يعني عامل مواسم كويسه جدا وجابوا احمد يحيى من الانتاج المحله جابوا حارس واحد بس محمود الحضري فاركو جابوا محمد صبحي بتاع الزمالك وعاملين الشيال الدخان جابوا عمرو حسام وبوسكا عمرو حسام جابوه من انبي وبوسكا من الانتاج المقصه جابوا احمد طارق سليمان ابن الكابتن طارق سليمان ومصطفى حطب الاثنين من النادي الاهلي تمام يعني حتى المقاصة الحراس بتوعهم من النادي الاهلي في يوتشر جابوا جنش ومحمود حمدي محمود حمدي من المقاصة وجنش من الزمالك فيعني اعتقد ان حراس النادي الاهلي منتشرين في الدوري الممتاز بشكل كبير جدا يعني دايما النادي الاهلي ولاده موجودين بشكل كبير جدا صحيح. النادي الاهلي بيطلع حراس قويه وكويسه جدا حلو جدا طيب المنافسه بقى ما بين الاسامي والتنقلات دي والصفقات الجديده يعني برضو اكيد هتفرق في النتائج هتفرق في اللعب هتفرق في الصوره هتفرق في البطوله تمام فعندنا برضو كلام كتير بس احنا هنطلع فاصل عشان نتكلم براحتنا لما نرجع مره ثانيه هنروح فاصل سريع جدا بس كلامنا لسه ما خلصش مع كابتن ياسر لسه في ملفات كتيره جدا خليكم معانا مرحبا بحضراتكم مره ثانيه وكلامنا لسه مستمر مع كابتن ياسر مصطفى كابتن ياسر نروح بقى لملف حراس المرمى بشكل كده يعني اكثر تفصيلا وتعقيدا ونخش لكواليس يمكن ممكن اروح للمشهد الاشهر وهو ما بين كابتن حضري وكابتن شناوي واللي لسه فيه كلام لحد دلوقتي وفكره الاحمال البدنيه وفكره شناوي كان مصاب طب هو ليه حصل كده يعني عايزين ننهي بقى الصوره دي او الجدل ده طبعا بالنسبه للكابتن عصام الحضري والكابتن شناوي
كابتن عصام الحضري دلوقتي بقى هو مدرب حراس منتخب مصر. في فرق جدا لما هو كان لعيب وفي فرق بين ان هو مدرب. طبعا من هنا بنشد على ايده، بدايه موفقه ان شاء الله لكابتن حضري كمدرب لحراس المرمى. بنشد على ايد كابتن الشناوي، انت الحارس رقم واحد في افريقيا، مفيش خلاف ان انت رقم واحد في افريقيا، وشخصيتك وادائك وخدت رجل مباراه في كاس عالم، يعني حارس كبير. فبالتالي دول الاثنين مش يعني مش متعارض، بالعكس دول الاثنين مع بعض هيكون مناسب جدا. الحضر اسمه كبير كمدرب وكلاعب، وان شاء الله تبقى بدايه ليه موفقه كمدرب. بالنسبه للموضوع الاصابه والكلام دوت، الاصابه دي حاجه عاديه في مجال كره القدم، يعني ممكن انسان يتصاب في تمرين في مباراه، لكن ملهاش علاقه بالاحمال البدنيه. ليه؟ لان هو التجمع كان 10 ايام. ال10 ايام المنتخب لعب من خلالهم ماتش ودي وماتشين رسمي. فبالتالي دور مدرب الحراس في ال10 ايام او الحارس بيبقى يعتمد كليا على المدير الفني من ناحيه ايه؟ انا كمدرب حراس بجهزه وبعمل له الاحماء بتاعه، بعد كده بيبقى المدرب محتاج يعمل كورسات، ببقى جاهز الاحماء بتاعي على الكورسات، المدرب محتاج يعمل تصويب، المدرب محتاج يعمل يشتغل شغل خططي. بس كابتن ياسر، هو الكلام اللي احنا نعرفه ان الشناوي نفسه كان قايل انا تعبان او انا مش عايز العب، او عبر باي شكل من الاشكال ان هو مجهد، يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هو النقطه دي تحديدا. انا ما اعتقدش ان الشناوي قال انا مصاب قبل المباراه. مش لازم مصاب، انا عشان كده بقول لحضرتك في كذا، يعني بما معناه ان انا مجهد، يعني برضك كمدير فني نبعد بقى من كابتن عصام، نبعد شويه عن كابتن عصام الحضري. كمدير فني انا ما اقدرش الاعب حارس بالذات بحجم الشناوي او منتخب العبه هو في 20-30% شك ان هو مصاب. فبالتالي ممكن تكون دي جت اثناء المباراه، يعني ما يعني ممكن ما تبقاش من قبل المباراه. ليه؟ لان انا بالنسبه لما هو لما طلع انا مش هشوط او كده، ممكن تكون احنا يعني اتفهم الموضوع غلط، لان انا ممكن في اثناء المباراه ما فيش حاجه اسمها حارس مش هشوط. ليه؟ لان ممكن تكون الكوره معموله طويله بين المدافع او بين المهاجم، والحارس يبدا يطلع يشتتها مثلا. ففي التشتيت دي ما لازم اشوط، فما لهاش علاقه ان انا اشوط ضربه مرمى او ان انا ما اشوطش او اشوط. ليه؟ لان ممكن تكون كره ملعوبه اثناء المباراه تكون محتاجه من الحارس ان هو يشوطها، يعني كره طويله مثلا من خلف المدافعين بين المهاجم وبين الحارس، فالحارس بيطلع بسرعه شويه بيحاول يشتت، ما دي تصويبه. فانا لو انا مدير فني، لان اي مدرب الحراس دايما استشاري، يعني انا كمدرب حراس بقول لحضرتك كمدير فني بتقولي لي رايك، اقول لك رقم واحد عندي الشناوي، اثنين ابو جبل، ثلاثه بسام، صبحي، بالترتيب بتاعهم. يرجع القرار في الاول والاخر لمين؟ للمدير الفني. صحيح. المدير الفني اللي هو يقول حضرتك تبداي او لا. لكن راي مدرب الحراس دايما استشاري. والموضوع كله انا شايفه يعني خد اكبر من حجمه. لان الشناوي رقم واحد في افريقيا، مفيش كلام. كل يعني كابتن حضري له قيمته يعني الكبيره والناس بتحبه جدا، والشناوي كابتن بالزبط. الشناوي له قيمه كبيره والناس بتحبه جدا، والاثنين زملوا بعض على طبعا. هو يمكن الناس زعلت على زعل الشناوي، وفي حاجات احنا ما يعني طبعا ما نقدرش ان احنا برضو الصوره حتى او المشهد اللي احنا شفناه ما نقدرش احنا نترجمه، احنا ما نعرفش كواليس كتيره بالزبط. جدا بالزبط. احنا نقعد نفترض. لكن انا يعني بالنسبه للاحمال البدنيه اثناء التجمعات والمنتخبات، يعني بتبقى دايما الشغل فيها بدنيا ما بيبقاش عالي جدا، لان خلاص هي الفتره 10 ايام بنلعب كل 3 ايام، بيبقى نسبه الاستشفاء فيها عاليه، الشغل الخططي بيبقى هو الغالب اكتر من الشغل اللي فيه البدني والكلام دوت. فبالتالي هو ممكن يكون اللي حصل اثناء المباراه يعني نفسها، لان الاحماء بيكون حوالي ساعه الا ربع. لو هو حاسس ان في مشكله كانت هتبان معاه في الاحماء، فاعتقد ان الموضوع ما فيش حاجه يعني فيها، وان شاء الله يا كابتن الشناوي يرجع بصوره يرجع بشكل كويس جدا. ده اللي احنا ممكن نحكي والعلاقه بين الشناوي والحضري علاقه ان شاء الله تكون علاقه كويسه، ان هم زاملوا بعض في كاس العالم، ودلوقتي الحضري بقى هو المدرب بتاع المنتخب بصفه النادي الاهلي، احنا بنساند كل الناس، فاكيد بنساند الحضري بصفته مدرب حراس المنتخب، لان احنا النادي الاهلي يعني صحيح. لازم نساند الناس كلها. وطبعا الشناوي بالنسبه لنا يعني هو رقم واحد في افريقيا طبعا، وهو الحارس الاساسي بتاعنا، فاحنا طبعا لازم نسانده بشكل كبير جدا، ونتمنى له ان شاء الله العوده بشكل كويس جدا، لكن ما يستعجلش عشان الاصابه تبقى تعالج كويس. وهو خد حقنه بلازما من 3 ايام هتساعد على الاستشفاء بشكل كبير جدا ان شاء الله، ونتمنى له العوده. والشناوي يعني بالنسبه لنا حاجه كبيره، والحضري بالنسبه لنا
فضلك مدرب منتخب مصر احنا بنحترمه جدا وبنقدره طبعا. طبعا نورتنا كابتن ياسر والله بجد. انا سعيد ان انا موجود مع حضرتك طبعا اعلاميه كبيره ربنا يخلي حضرتك. وطبعا سعيد اني موجود في قناه النادي الاهلي نادي الكرة. شكرا جزيلا. ده دي قناتك. شكرا ليك نورتنا. ويعني الحلقه كده انتهت. ان شاء الله بكره حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي، وكريم هيكون متواجد معانا باذن الله. مع السلامه.